كيف تفهم ذوق طعامك؟ الطعام يختلف وفق مكوناته وذوقه، من ذوق حلو إلى ذوق مر وذوق مالح وذوق حامض. كل ما تحتاجه في التذوق هو لسانك الذي يتفاعل بطبيعة الحال مع السكريات والبروتينات والدهنيات. لنتحدث عن ذوق السكريات والبروتينات. كما تعرفون، البروتينات تتكون من الأحماض الأمينية 20 حمضا أمينيا مختلفا بطبيعة الحال في البيوكيمياء. كذلك نذكر أن السكريات والبروتينات تمتاز بأشكال أو إيزوميرات اليساري واليميني، لأن أغلبها لها كربون غير متماثل asymmetric carbon كما نرى هنا في الأسفل يسارا. إلا أنه يجب التذكير أن كل الأحماض الأمينية ما عدا الجليسين التي ليس لها كربون متماثل لهم الشكل الطبيعي. أما السكريات فهي عكس البروتينات ولها شكل دي طبيعي. السكريات في شكلها الطبيعي دي ذات ذوق حلو، لكن البروتينات في شكلها الطبيعي ال تتميز بأذواق مختلفة، منها المر ومنها الحلو. حتى نبقى في البروتينات، هل يمكن التعرف على الأحماض الأمينية الحلوة والأحماض الأمينية المرة؟ قبل كل شيء، الشكل ال أو الدي يلعب دورا هاما في تشكيل الذوق. يكفي أن نذكر أن الأحماض الأمينية المرة في شكلها ال الطبيعي تتحول إلى أحماض أمينية حلوة في شكلها دي. ونجد هنا مثل الفينيل ألالين، حمض الأميني الفينيل ألالين. ما هي الأحماض الأمينية الحلوة؟ تبين الصورة الأحماض الأمينية الستة في شكلها ال والتي لها ذوق حلو. هنا البرولين بجانبها الجليسين الذي ليس له شكل، لا ال ولا دي لأنه لا يتوفر على كربون متماثل. هنا السيرين ثم التريونين والألالين على اليمين والليزين في الأسفل. تمتاز السيرين والتريونين بمجموعة هيدروكسيل في الشق R ويمكنها المساهمة في روابط هيدروجينية. الليزين له مجموعة أمين، مجموعة إبسيلون بعيدة عن مجموعة الأمين مرتبطة بالكربون ألفا. بعد التعرف على الأحماض الأمينية الحلوة، نتساءل ما هي الأحماض الأمينية المرة؟ في الصورة أمامنا مثل لستة أحماض أمينية في شكلها الطبيعي L، والعامل المشترك بينها هو ذوقها المر. التيروزين والفينيلالين في الأعلى لها حلقة فينيل في الشق R. التريبتوفان لها حلقة أندول، واللوسين والإيزولوسين لها سلسلة هيدروكربونية طويلة. كل هذه الأحماض الأمينية نافرة للماء، هيدروفوبيك أسيد أمينو أسيد، وكلها مرة بطبيعة الحال. يمكنها كذلك الارتباط مع جزيئات هيدروفوبية من خلال التجاذب الهيدروفوبي. إلى حد الآن تذكر أن الذوق الحلو للأحماض الأمينية يمكن ربطه بالأحماض الأمينية الهيدروكسيلية مثل السيرين والتريونين، والأحماض كذلك الأمينية مثل الليزين والبرولين. وكذلك الشكل دي اليميني للأحماض الأمينية يكسبها الذوق الحلو، حيث تصبح قريبة من السكريات ذات الشكل دي الطبيعي عند السكريات الأحادية. قبل الخوض في التفسير البيوكيميائي للذوق، نضع السؤال: هل الأحماض الأمينية الحلوة تعطي بيبتيدات وبروتينات حلوة؟ الجواب نعم، وسنعطي مثلا لبروتين توماتين والذي يستخلص من نبتة توماتوكوكوس دانييلي والملقبة في إفريقيا بكاتانفي. يساوي هذا المحلول الطبيعي 2000 إلى 3000 مرة حلاوة سكر القصب، سكر المائدة، ويتكون من بروتين ب 207 حمض أميني يضم 50% من الأحماض الأمينية الحلوة المذاق الستة، وهي الجليسين والتريونين والسيرين والألالين والليزين والبرولين، ولكن يضم فقط 14% من الأحماض المرة، وهي الفينيلالين والتيروزين والتريبتوفان واللوسين والإيزولوسين.
كيف يمكن أن نفهم من الناحية البيوكيميائية ذوق الأحماض الأمينية؟ كما نعرف جميعا حاسة الذوق تستعمل مستقبلات الذوق فوق اللسان، والتي هي كذلك ذات طابع بروتيني تستعمل الأحماض الأمينية المستقبلة. مستقبلات الذوق الحلو تضم ثلاثة مواقع أو مناطق تسمى هنا كما يوضحه الرسم، تسمى بي وآش وإم. موقع بي هو مستقبل للروابط الهيدروجينية، موقع آش هو مزود للروابط الهيدروجينية، أما موقع إر فهو مستقبل هيدروفوبي، يخص تجاذبات الهيدروفوبية. الروابط الهيدروجينية تتم مثلا بين الأحماض الأمينية الهيدروكسيلية مثل السيرين وتريونين في القيت، وبين الأحماض الأمينية المعنية في مستقبلات الذوق فوق اللسان. لشرح القدرات التحلولية المختلفة للإيزوميرات L والدير الأحماض الأمينية، شكل L مر، شكل D حلو، تذكروا، نضع الرسم التالي. في شكله L لا يمكن للحمض الأميني أن يتفاعل مع موقع R من خلال شقه R السلسلة الجانبية، لكن الشكل D يمكن أن يتفاعل مع الموقع R بكل تكامل، وتحدث تجاذبات هيدروفوبية بطبيعة الحال فينتج المذاق الحلو.